خاصة للناس اللي طوروا أجهزتهم في الماكس نوليبرت لغاية ما طلع لهم الأب ستور. طبعا مثل ما احنا عارفين او بعضنا اللي عنده الايفون وعارف شو نظام الاب ستور، متجر التطبيقات، انك تنزل من عنده برامج سواء كانت مجانية سواء كانت بفلوس. وطبعا اذا انت تبي تنزل عن طريق الايفون برامج مدفوعة لكن مجانا، ماكو الا جيل بريك. طيب واللي عنده ماك، واغلبية الناس تشكون يقولون اوكي الماك ما له برامج، او انه ما اقدر احصل البرامج، ما اقدر اشتريها بسبب سعر البرنامج. يعني ممكن يسعر البرنامج 999 دولار، تقريبا 300 دينار. في برامج غالية، في برامج لا. فمشكلة الاب ستور والبرامج باي تو داونلود، يعني لازم تدفع عشان تسوي داونلود. بس انا في هالموضوع في هالفيديو هذا راح اعلمكم شلون تهكرون الاب ستور في الماك، لانه اصلا ما له سي دي، ما له جيل بريك، لكن راح اعلمكم شلون تسوونه هاك عن طريق بعض الخطوات اللي راح اذكرها لكم في الخطوة الجاية ان شاء الله. الخطوة الأولى إن إحنا نروح حق الأب ستور ونصعد فوق بالسيرج، ننزل أي برنامج فري مجاني. يعني خلنا نكتب مثلا تويتر ونضغط على تويتر وننزله. نروح على موقع www.applefix.org، انا حاط لكم الموقع بالوصف مال الفيديو. بعد ما دشينا الموقع نروح ونسجل فيه، لان هذا منتدى. طبعا انتوا عارفين المنتديات يعني في شغلاتنا يقفلونها الزوار، واذا قافلين لكن حاجتكم عندهم. يعني عموما عقب ما تدشون الموقع لازم انكم تسجلون وبايميل ويوزر تحفظونه عدل، لان انتم مطالبين فيه عشان تنزلون البرامج. الحين ندور على يعني برامج المدفوعة. هني خلنا نفترض الانجري بيرد، انجري بيردز، وندوس انتر. وين انجري ونشوف الرابط وننزل. بعد ما نزلنا البرامج او البرنامج Angry Birds، نروح على البرنامج نفتحه وننقله الى ملف. اول ما نفتحه راح يكون بالشكل هذا، نمسكه وننقله الى ملف الابليكيشنز. قبل لا تبطل البرنامج ننزل تحت نضغط كليك يمين على تويتر ونختار شو باكج كونتاكتس، وندش على اول فولدر ونحدد اول ثلاثة، ونروح على الانجري بيردز نضغط كليك يمين شو باكج كونتاكتس قبل لا نبطله، وننسخ الثلاثة
وبعدين مبروك عليكم البرنامج اللي نزلته. هذه الطريقة طبعا تنفع مع كل البرامج في الأب ستور المدفوعة، وتلقونها كلها في موقع الابلفيكس.org، وأنا راح أحط لكم الرابط في الوصف.